الحمد لله ترشح بي ما عملناش ماتش كبير كرويا، ما عملنا ماتش كبير في الفولونتي في القليب في الجرينتا، بشويه وقت نجموا نلعبوا خير. قلنا من الاول لازم نكونوا تريز انتيليجون في الماتش، لازم نصبروا برشا خاطر نعرفوا نقاط قوه نادي افريقي، نعرفوا الجماهير، وقد ما يمشي الوقت ينجم يولي معاش ايجابي ولي سلبي، يدخلوا في الدوت. الشوط الثاني كانوا خير منا، ما عرفناش نشدوا الكره. الشوط الاول جاونا دي كونتر ما عرفناش نستغلوهم. الحمد لله توا من بعد زيدوا الليله كي يروح الواحد يتفرج على المباراه يزيد يشوف اش فيها بالباهي واش فيها خايب. مبروك الفوز للجميع، مبروك للاداره، مبروك للاعبين، مبروك الكادر التدريبي اللي الصراحه تعب ويانا هذه الفتره، فتره اعداد كانت صعبه. نشكر الاداره على اهتمامهم اول ما استلموا المهمه، مهتمين كل يوم يجون وينطونا دافع معنوي ونفسهم الطيب. نشكر الإدارة قلت لك، ونشكر المدربين، نشكر اللاعبين اللي صراحة قدموا مباراة يعني مباراة مثالية، ومع العلم هم لاعبين صغار في العمر، أما في العطاء كانوا كبار في الملعب، ونشكرهم ما قصروا. ومن اليوم احنا نطوي هذه المباراة، مباراة النادي الأفريقي كانت مباراة صعبة، الحمد لله قدرنا نفوز ونتأهل النهائي، فعلينا نطوي هذه المباراة، تنتظرنا مباراة نهائية إن شاء الله نكون على قد المسؤولية إن شاء الله في المباراة النهائية. avec tous ces efforts il faut que on fallait parce que l'arbitre il était pas dans notre faveur, il a sifflé, il y avait un penalty, il n'a pas sifflé, on a crié jusqu'au bout, on a égalisé, l'oulad كملوا الباقي عليهم. والله الحمد لله الناس كل محضرين طول، احنا خدمنا في ستاج وزدنا كي روحنا لصفاقس خدمنا بالباهي، هاك تشوف جروب كلها ولاد صغار الحمد لله، معانا ناس دس فينا سواء دحمان قعلول شادي، الولاد كل كونسونتري للاخر، هاك ريتو دقيقة 120 جربونتو الحمد لله يا ربي، لعبت فيه رادس مرة مع ليكيب ناسيونال، أما تو هذي أول مرة كان مع سي اس اس، الحمد لله أول مرة نكور في رادس، أول مرة نترشح فينا الكوب. إن شاء الله نكملها بالبيان، إن شاء الله ننزل تيتر. مارسا سي با سي إيكيب دو فينال، إي ساف جوي أوسي. أون فا إيسي دو بريباري لو فينال كوم إيل فو إن شاء الله. عملنا اللي علينا وربي وفقنا ربحنا، وعلاش ليه ما زلت لنا جمعة نحضروا فيها الفينال، وإن شاء الله بقدرة ربي نروحوا بالفينال صفاقسي الكل. صحيح بونتو في وقته معناها، فرحت بيه أصحابي وفرحت صفاقسي الكل، الحمد لله يا ربي ربي وفق. فرحنا صحيح بالفيكتوار اليوم، فرحنا بلاد كامله، مي فرحتنا رايحنا مش بالانتصارات هذوما، فرحتنا لازم تكون بالتتويجات اللي هو السبت الجاي، دونك العباد كل لازم تتجند باش نحضروا كما يلزم للمباراه، ان شاء الله نفرحوا معناتها جماهيرنا بالحق السبت الجاي ان شاء الله.